نجدد معكم الموعد اليوم مشاهدينا في حلقة جديدة من هنا ليبيا، جولة خاصة من الأجواء الرمضانية اللي تتميز بها مختلف المدن الليبية. وجولتنا اليوم حتكون منوعة بين الأمسيات الرمضانية في مصراتة ومسابقات الدوري الرياضي للناشئين اللي انطلقت في الجفرة ويستمر أيضا طيلة شهر رمضان المبارك. وحنعيش معكم اليوم تفاصيل الأجواء الرمضانية والاحتفالات في المدينة القديمة. تميزت مشاهدينا فعاليات ليالي المدينة القديمة في شهر رمضان السنة هذه ببرامج منوعة، وشفنا منها امبارح من بينها الدروس والمسابقات القرآنية للأطفال والعروض المسرحية والندوات الثقافية وأيضا الوصلات الموسيقية والفنية. ولكن من فينا ما يفكرش في قصص الحكواتي أزمان على الخرافات القديمة واللي كانت تبدأ بالجملة الشهيرة هذا يا سيدك بن سيدك في وقتنا زمان. طبعا كلنا ممكن تتميز بها الحكواتي، ودائما نحب نحن نسمع الحكواتي اللي هو دائما في ذاكرتنا. نمشوا مع بعض ونشوفوا حكواتي المدينة القديمة. لا يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. هذا يا سيدك بن سيد، فهداك الزمان البعيد كان في راجل يبيع في الحليب ويسترزق عليه حاله. اختار له يوم من الأيام قال نبي نزيد هالرزقة هذه ونوسعها، وبدا يغش في الحليب باش يبي يزيد المال بتاعه. الله يتكوادر الله في راسك الله. والله والله ما فيها ما فيها تحكينا لك شويه. انت تتكيل انت تتكيل. كيف في بساطات مدايرين طخ 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 صيدرة. مدايرين واحد اسمع. انا اخذ لك بروبساط رجلي بكره. راك تقول عليه للحاج هذيك هيكنا متدوى. والله ريحنا تربح. شي 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 سيدي. تتريح. خير مقيله يا ولد. ايه قول لي. يا عمي عندي موضوع من نفتح معك الحق. اسمع راك تقول لي نبي نشوف خطيبتي ما خطيبتي، ودي وادي خطاني من دوشتك. راهو انا بنويت ما بنويت ما يطلعلش. لا 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 مساجلي قصدي ما حنمشوا مع بعض مشاهدينا لأمسية مصراتة اللي تم إحيائها في مدينة مصراتة من مؤسسة قلم للشباب. هذه الأمسيات طبعاً أمسيات متنوعة اجتماعية سياسية ثقافية دينية سياسية اجتماعات مختلفة. طبعاً هذه الأمسيات تعتبر يقدمها مجموعة من النخب ومجموعة من الأساتذة والدكاترة في الجامعات، كلها تمس المواطن وتحكي حال الواقع الليبي. اليوم انتهينا من هذه الأمسية الآن، وهي أمسية بعنوان رجال مصراتة تاريخية أو مواقف المدينة تاريخية، قدمها رئيس مجلس أعيان مصراتة الشيخ محمد أرجوبي. ومستمرين مدة إن شاء الله حتكون هناك في هذا الشهر رمضان المبارك من 30 يوم، حيكون حوالي 20 يوم أمسية رمضانية. العام الماضي كان 22 أمسية رمضانية حتى هي مختلفة ومتنوعة. طبعا تنطلق هذه الأمسيات بعد صلاة التراويح على تمام الساعة 10:30، و
ساعه ساعتين ثلاثه على حسب المحاضرين والمحاضر. وشكرا. هم قاعد يقولوا فلان جرد فلان، يعني التجريده معناها انا جردت فلان، هي فزعت معي. شهر رمضان المبارك يعتبر فرصة لأهل الخير والبر والإحسان، يسعى فيها الناس لمساعدة المحتاجين بتوزيع بعض المواد أو الوجبات اللي ممكن مرات ما يلحقوش يديروها في منطقة تجرة من خلال تقديم الوجبات الرمضانية للصائمين، حيث قام أهالي مدينة تجرة في العاصمة طرابلس بإعداد وجبة البازين وتقديمها للصائمين إحياء للعادات والتقاليد اللي كانوا يتميزوا بها أهالي تجرة منذ زمن ولا زال. في شهر رمضان المبارك هناك العديد من العادات الرمضانية التي لا يزال الناس والمناطق والمدن في ليبيا محافظين عليها، ومن بين هذه العادات إعداد الوجبات الرمضانية الخيرية هنا في منطقة تاجورة في العاصمة طرابلس. طوال الشهر الفضيل تحضر الأهالي وجبة البازين لإفطار الصائمين. فكرة هذه أخذناها احنا من أيامات الشبيب والعزايز، كانوا يرفعوا دي كل الحوش يدير في ساعات يرفعوا فيه من الجامعة، وبعد يصلوا المغرب الجماعة يطلعوا ياخذوا منه كل واحد على بركة الله. فاحنا العزايز هذوكا يتموا انتهوا طبعا وكبروا، وحتى اللي حية قاعدة صحتها ما عادش تسمح، فما فطلعنا بقى المبادرة هذه ولقينا ناس عاونتنا وبارك الله فيهم وشجعونا عليه الكلام هذايا، وشجعونا حتى ماديا ومعنويا بجميع ما يستطيعون، واستمرينا لنا 4-5 سنوات وست سنوات واكثر يا اخي يعني في الموضوع، ولقينا كل عام فيه بزياده كل عام فيه بزياده، الحمد لله رب العالمين، والناس وقفت معنا وماشي الامور 100 100 الحمد لله. يوميا يلتقي الناس والمشرفين على اعداد هذه الوجبه بعد صلاة الظهر مباشرة، ويتعاونون مع بعضهم في تجهيز وجبات البازين، وينقسمون إلى مجموعات فيما بينهم للتعاون في إعداد الوجبات التي وصل عددها إلى 300 وجبة خلال اليوم. سنقدم وجبات إفطار الصائم، وهي متعارف عليها اجتماعيا هنا في تجرة وفي ليبيا بصفة عامة، متعارف عليها بالبازين وطبق الفول. طبعا نقدم هذه الوجبات بدعم من ذوي البر والإحسان بارك الله فيهم جزاهم الله خير، ومجهودات ذاتية كلها نتيجة الشباب يقوم بها مجهودات جبارة جدا. مش أقل من 300 قرقوبة احنا الناس صغيرة، بس مش كبير، توصل ل 500، ثلاثة قدور هما اللي تشوفين قدامك يوميا، ثلاثة أربعة طناجر طبيخ رقم. أمة لا إله إلا الله، وهذا كله في سبيل شنو؟ رحمة الوالدين احنا نقول لكم، هذه الغاية والغرض بتاعنا، كل من أول يوم رمضان ليوم 30 ولا هو 29. خلاص الناس تعودت علينا واحنا تعودنا على نفسنا. وبعد الانتهاء من تجهيز وجبة البازين، يصطف الناس في طوابير طويلة والانتظار حتى يستلم كل منهم حصته. الناس والمشرفين على هذه المبادرة يسعون إلى إحياء هذه العادات الجميلة التي ورثها الناس عن آبائهم وأجدادهم لإيصال رسالة إلى أن الخير لا يزال موجود. يسعى سكان وأهالي تجورة إلى إعادة إحياء مبادرة من الزمن القديم التي كان الآباء والأجداد يقومون بإعداد وجبة البازين وتوزيعها على الأهالي خلال الشهر الكريم. عزيزينا بالعوينة دبليو تي في طرابلس. الطهي وفنون مجال وموهبة تكبر معنا منذ الصغر، تخصصت فيه بعض الليبيات مؤخرا وكسبنا به جوائز داخل ليبيا وخارجها، فبين الوجبات الحلوة والحارة والحلويات تميزنا في تحضير كل أنواعها وأطباقها وأشكالها ليكبر معهم الشغف ويصبحنا مثالا يحتذى به في تحقيق النجاح والشهرة. الشيف مشهية سالم من مدينة سبها
عشقت الطهي واتقنت فنونها لتصبح مدربة في إعداد الأطباق الرمضانية وتقدم دورات في الطهي في الجنوب الليبي وتحديدا في مدينة سبها تحت إشراف الاتحاد النسائي في المدينة. كيف بدأ شغفها بالطهي وقصة نجاحها نتابعوها مع بعض في التقرير التالي لمراسلنا رمضان كرنفودة. شهر رمضان يعني كريم، فنحن ماذا بينا ديما كل سنة نحب نتطور، يعني بالذات يعني الجيل الأخير يحب يتطور، فاحنا كشيفات نحب نطور، نحب نطلع يعني أحسن جديد. يعني علمت يعني قمت بتدريب طالبات بكورس رمضاني يعني يستفيدوا منه الطالبات. فهو شنو يكون يعني كورس رمضاني؟ مثلا زي المعجنات، زي اللحوم، زي الصوصات، زي يعني أطباق رئيسية. فأني اليوم يعني باعتبارة إنه آخر يوم في الكورس فعطيتهم عدة من الصوصات، يعني صوص مثلا زي صوص البنجر، صوص الجزر، السلك. يعني نستفيدوا يعني بالخضرة، يعني الطالبات استفادوا بأن في حاجات يعني كانوا ما يدروش عنها، مثلا إن هذا شنو هو نستفيد منه زي البنجر، يعني شنو نقدر نستفيد منه، نطلعوا منه سلطة ونطلعوا منه صوص نقدر نطلع منه. فاليوم درنا رز برياني وتشيز الباذنجان، ودرنا المحنشية الحارة، ودرنا رنج كيك يعني الحار، ودرنا تشيكن زيتون، ودرنا الميني البنجر، درنا يعني من العصائر درنا ميلك شيك هو نوع يعني مثلج عصائر، ودرنا يعني كيكة مارشميلو، ودرنا كيكة نوتيلا يعني نوع كيكات، يعني دخلت لهم حار وحلو فليستفيدوا من الحلو ومن الحار. الأكلات هذه يعني في شهر رمضان تقدم مثلا عشاء، مش هو كله وجبات دسمة، يعني مثلا زي الرز أنا نعتبره عشاء، يعني تقدم مع الصوصات يقدم عشاء. فاصل مشاهدينا ومن بعدها نرجع نكمل معاكم هنا ليبيا اليوم. أهلا بكم من جديد. تنظم في شهر رمضان إلى جانب الأمسيات الرمضانية والعروض المسرحية وغيرها من المناشط الأخرى فعاليات رياضية ومباريات لكرة القدم وغيرها من المسابقات الرياضية من ضمن الأنشطة الثقافية التي أطلقها نادي الإخاء الرياضي الثقافي الاجتماعي بالجفرة، حيث انطلقت في اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك مسابقة الناشئين لكرة القدم، حيث سجل بهذه المسابقة 240 رياضي موزعين على 24 فريق، وذلك بحضور أهالي الرياضيين وقدام النادي ومنتسبيه. في جولة لمراسلنا الزبير العربي من الجفرة نشوفه مع بعض كيف كانت الأجواء والتدريبات الخاصة بهالمسابقة. اليوم السبت انطلقت منافسات بطولة الإخاء لفئة الناشئين لكرة القدم بمشاركة 24 فريق بمعدل 10 لاعبين في كل فريق، إجمالي المشاركين 240 رياضي. يستمر هذا الدوري خلال شهر رمضان المبارك. تم توزيع الفرق على 6 مجموعات ضمت كل مجموعة 4 فرق. يتأهل أصحاب الترتيب الأول والثاني إلى الدور القادم، ويختتم خلال 29 من هذا الشهر الكريم. نتمنى التوفيق لجميع الرياضيين وأن يحالفهم الحظ، ونتمنى أن تسود الروح الرياضية
خلال منافسات هذا الدوري، ونشكر جميع الحضور المهتمين بهذه الفئة وجميع اللاعبين المهتمين بالمشاركة في منافسات دوري نادي الإخاء الذي يقام كل سنة وعلى مدار 10 سنوات. وشكراً لقناة WTV على هذه المتابعة المتواصلة للأحداث الرياضية والأحداث الاجتماعية داخل نطاق بلدية الجوفة. للحديث عن أجواء رمضان في الجفرة ينضم لنا مرسلنا زبير العربي. زبير مرحبتين بك، ولو تحكي لنا عن الأجواء في الجفرة بعد مرور أسبوع على بداية شهر رمضان. مساء الخير لك، كل عام وأنتم بخير، وكل المشاهدين إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم اليوم البركات. شهر رمضان له أجواء خاصة داخل بلدية الجفرة في عموم بلاد المسلمين والمدن التليبية. في شهر رمضان زي ما تعرفي هي تكثر العديد من المناشط في مشاهدنا، المناشط الرياضيه والثقافيه والاجتماعيه. خلينا نتناول مبدئيا من النواحي الاقتصاديه داخل منطقه الجفره. نزول المرتبات في موعدها مطلع هذا الشهر كان في بدايه شهر يناير وفبراير، وايضا شهر مارس بدات هذه المرتبات تصرف في المصارف العامله داخل منطقة الجفرة، إضافة إلى صرف منح الأبناء والزوجة وغير ما أخذته الحكومة من خلال القرارات التي استعدادا لهذا الشهر الفضيل. هذه من ناحية اقتصادية. أيضا توافد العديد من المواطنين على المولات والمحلات التجارية والأسواق داخل بلدية الجفرة، حركة تجارية نشطة جدا شهدتها منطقة الجفرة هذا العام، لنا اعتماد اغلب المواطنين على المرتبات والمرتبات تزول في موعدها، وفي عدد نزول عدد كبير من الجهات في الجدول الموحد للمرتبات ساهم في رفع حمل كبير من العبء الاقتصادي اللي يشهد المواطن داخل الجفره. ايضا زي ما نعرفوا ان السفره الرمضانيه تكون مشكله وتكون فيها العديد من الاصناف والمأكولات الغذائيه، فهذا الامر زي ما قلنا ان هو حيطلب او يتطلب انك انت تتجه للسوق وتاخذ تشكيله متنوعه سواء من خضروات المواد الغذائيه وغيرها. نعم. والحمد لله زي ما قلنا ان الامور الاقتصاديه كويسه هذا العام. نعم. طب زبير، احنا زي ما نعرفوا ان الجفره معروفه بتمرها ومن اجود انواع التمور اللي هي موجوده في الجفره، يا ريت تحكي لنا على توفرها في السوق وايضا على اسعارها، هل هي في متناول الجميع او لا في ارتفاع في بعض الاسعار؟ بالنسبه للتمور يعني من يعتبر الموسم قد ما يقرب، نقول الموسم كان السنوات الماضيه نقول شهر رمضان يجي في شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 فحيكون في فتره طويله للتخزين. ايضا المشاكل اللي كانت تعاني منها المنطقه في مصر مثلا ازمه الكهرباء او غيرها وعدم توفر الوقود، لكن الحمد لله السنه هذه الامور يعني تعتبر كويسه، هذا الامر اللي ساهم في ان الاسعار ما ترتفعش. التمور بمختلف اصنافها اللي طبعا تتحمل ان هي تكون داخل الثلاجات التبريد والفريزات وغيرها قاعده اليوم وفي السوق وقاعده اسعارها نقدر نقول قريبه من اسعارها في وقت الموسم، يعني ما يتجاوز سعرها 5 دينار 4 دينار وغيرها من الاسعار اللي قريبه اللي هي في موسمها في شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر. زبير العربي مراسلنا من الجفره كنت معنا، شكرا لك. وصلنا بكم مشاهدينا لختام حلقتنا من هنا ليبيا لليوم، شكرا لكل من كان في المتابعه والاستماع، ملتقانا اكيد يتجدد في حلقه قادمه، الى اللقاء.